باتت التقنيات الحديثة والمتنوعة لعلاج مشكلات البشرة من الإجراءات المهمة اللي يرغب الجميع في تطبيقها، حيث أنها تسهم في تعزيز الجمال، تزيد من إشراق ونضارة البشرة وحيوية الوجه، وتساعد أيضا في التخلص من نسبة كبيرة من الندوب البسيطة والعميقة اللي تخلفها الجروح، حب الشباب، الهالات السوداء، الخطوط الدقيقة، البثور وغيرها. صحيح، طبعا كل هذه الاشياء اللي ذكرتها عبد العزيز بتاثر على جوده وصفاء ونقاء البشره، وعشان هذا الموضوع جدا مهم للجنسين مش بس للسيدات فعلا. عن هذا الموضوع ينضم لنا هنا في الاستديو الدكتور احمد المشهور، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل. يا هلا وسهلا فيك معنا، منورنا في نوركم. دكتور احمد، يعني كل مره نسمع انه في علاج جديد، في اجراء تجميل جديد، فنبغى نسالك عن احدث العلاجات اللي تختص في تجديد حيويه البشره وأنها تكون أنقى وأصفى وشكلها هيلثي صحي. حقيقة موضوع التجميل دائما في تطور، وبالسنتين الأخيرة صار في نقلة نوعية بموضوع الخلايا الجذعية واستخدام الستيم سيل في تجديد خلايا البشرة. لا، قبل كانت موجودة هي، لكن كنا نعتمد أنه نأخذها من نفس الشخص كونه لازم يكون في توافق. حاليا صار في تقنيات جديدة، صار في بنوك موجودة، في أشخاص بيتبرعوا بنقي العظم وبناخذ بس المفرزات، وهي المفرزات ما عليها أنتيبودي، يعني ما في عليها أضداد، فيها تنعطى للكل مفرزات هالخلايا هاي. وصار في نقلة نوعية حاليا، يعني بالفترة الكم شهر الأخيرة صار في طريقة إيصال هالمواد أو الجروث فاكتور أو عوامل النمو لخلايا الوجه أو خلايا الشعر أو بصيلات الشعر صارت بطريقة أسرع، تسمى طريقة الإكزوزوم، وهي صارت متوفرة عنا، صارت النتيجة بتبين أسرع وأكثر فعالية من قبل. بالإضافة صار في تطوير أكثر لمواد الفيلرز نفسها، يعني صارت بتبين بشكل أكثر طبيعي، صار الفيلر بنسميه الفيلر الدايناميك فيلر اللي هو بيتحرك مع حركة الوجه، ما ضل بيعطينا هالبلكي. يعني أنت بتشوفي حتى بالسنين الأخيرة طريقة التجميل، تكنيك التجميل، مواد التجميل صارت بتعطي لوك أكثر طبيعي، وبالتالي يعني جميل أكثر، أقرب إلى الشكل الطبيعي اللي محبب عند الأشخاص. بطل الأشكال اللي كنا بنشوفها قبل إنه في خدود كتير كبار، في شيء ملموس أو مشاهد. هاي التقنيات عم تتطور كتير لتحاكي المواد اللي موجودة أوريدي بجسمنا، فبتكون أقرب عليها. وكمان لازم الطبيب يكون شاطر، فعلا جدا مهم، والطبيب يكون عنده أمانة إنه ما يعمل أشياء الواحد ما يحتاجها. فعلا فعلا، وأنا ودي أتطرق لهذا الموضوع دكتور، إنه أصبحت عمليات التجميل هذه إنجكشن الأمور هذه بشكل كبير موضة في الفترة الأخيرة، ربما بعض الناس حتى ما يحتاجوها، ولكن عشان فلان سوى وعشان فلانة سوت، والتعريض اللي هنا والشغلات هذه حتى عند الشباب. صح. فأنا ودي أسألك دكتور، وأنت مختص، يعني نتائج هذه العمليات كيف تبدو على الفترة الطويلة؟ هل تؤثر؟ النقطة اللي حكيتها كثير مهمة. طبعا تأثير السوشيال ميديا أثر كثير وزاد الطلب على هاي العمليات أو هاي التكنيكات. موضوع الموبايل وصار متواجد معنا طول الوقت، ونحن السيلفي والكاميرا الفلاتر أثر كتير كمان على الطلب. ثاني شيء سهولة الوصول للنتيجة، يعني بطلنا ندخل بعمليات وجراحة وتخدير وهيلينج، صار كمان خلى الموضوع أسهل عند الشخص. لكن الموضوع أنه نعمل كوبي بيست هي كانت قبل كتير مطلوبة، هلأ أقل. يعني هلأ نتيجة التأثير الإعلامي صار في وعي أكثر، صارت الأشخاص تثق بالطبيب. يعني المشكلة كلها أنه أنت بدك تشوف طبيب تثق فيه وتثق بزوقه، لأنه ممكن يكون هو الطبيب كثير ممتاز لكن أنتم مو على نفس البيج، يعني ذوقه بالتجميل أو ذوقه بالتجميل مختلف عن الرؤية اللي أنت ممكن توصل لها. تأثيره على المدى البعيد في حال استخدمنا المواد الجيدة بالكميات الجيدة، ممتاز، ما في تأثير. تذكر راح ترجع أنت مثل ما كنت قبل، يمكن أحسن بشوي، لكن في حال رحنا ونفخنا كمية كبيرة ومددنا الجلد هاد بعد ما عم تروح المواد، بالعكس ممكن يعمل ترهل، ممكن يصير في ساجنج أكثر. فنرجع لنقطة مهمة، إنه اختيارك للطبيب اللي متوافق مع ذوقك مو بس يكون علميا جيد، ممكن يكون علميا جيد لكن الأذواق مختلفة. صحيح. يعني هو بيحب شيء عم يطبقه على الكل، هذا شيء غلط. كل شخص في عنده الفيتشرز، في عنده الجماليات الموجودة فيه اللي لازم نظهرها، وفي عنا كلياتنا في عنا عيوب ممكن تتصلح،
هي هذا الشيء بيعود للطبيب، انه النقاش اللي بيدور بين الطبيب والمراجع قبل فتره الاجراء هي ال 20 دقيقه راح تحدد كيف راح تكون النتيجه. دكتور، يعني ذكرت موضوع العيوب، ممكن نقدر نقول انه ابرز هذه العيوب اللي كثير من الناس يحبوا انهم يصلحوها لما يروحوا يتوجهوا عند طبيب جلدي او طبيب تجميل، موضوع التقدم في السن. البشرة والوجه يبين في تقدم في العمر، وفي أشخاص يختلف عن أشخاص ثانيين. فمتى نشوف لما نطالع في المراية أنه أوكي جاء الوقت الآن أني أنا لازم أروح عند الدكتور عشان أصلح بعض الأشياء في تجديد الوجه، في أني أرجع من شبابه شوي؟ ما هي أبرز هذه العلامات اللي تظهر على الوجه؟ عادة النساء بعد سن 25 بينزل إنتاج الكولاجين والإلاستين اللي هي المواد الدعمة، اللي هي المواد اللي عم تعطينا الشباب. الرجال بعد 35، فنحن محظوظين شوي بهالعشر سنين هاي. بس يقدروا ياخذوها من خلال الفيتامينز هذه؟ لا ما تعود. هاي المواد الفمويه، الكولاجين الفموي، ولا ما بتمتص، ما بتصل للمنطقه. فتحريض الكولاجين بيكون اما عن طريق الاجهزه، الماشينز، الليزر، الراديو فريكوانسي، الانجكشن، الاوبر، ولكن ليس عن طريق الفم. هلا ممكن نحن نكون هيلثي بناخذ فيتامينات وهي، لكن ما فينا ناخذ كولاجين فموي، ولا فينا نحقن اصلا كولاجين فموي. الكولاجين ما فينا نحقن المواد الاوليه اللي جسمك ونشط الخلايا مشان ترجع تفرز كولاجين مثل ما كانت قبل. هلا العلامات اللي تبلش تظهر وتخلي اغلب الاشخاص بيراجعوا الاطباء هي ظهور التجاعيد، بدايه ظهور التجاعيد عند الشخص، نزول الوزن كمان بعامل كثير مهم، لانه الفات، توزع الفات عنا ببلش ينزل، ببلش الجاذبيه تسحب هذا الفات، العظم بيتراجع لورا، فبيبلش يصير في عنا الترهل. هلا جينيا هذا الشيء كثير بيلعب دور، يعني في اشخاص بتلاقيهم بعمر ال40 وال50 they are very good، ما في اي مشكله، وفي اشخاص بال20 و25 عم نلاقي انه في عندهم مشاكل. فالعامل الوراثي بيلعب دور، اللايف ستايل بيلعب دور، التعرض للشمس هو له الدور الأكبر في شيخوخة الجلد الأكبر. بالإضافة أن كمان طريقة اعتنائه الديلي روتين هي بتأثر كثير في تأخير هاي العوامل. بس بنرجع لنقطة مهمة، أنه ما هو عمر الشخص إنما عمر المشكلة. يعني نحن ما لازم ننتظر على هاي المشاكل ونيجي متأخرين، لأنه العلاج راح يكون أصعب والنتائج أقل، ما عاد فينا نوصل لنتيجة بيرفكت مثل ما هو متصورها. يعني تكون المشكلة خلص حفرت بالجلد، هالتجاعيد تركت خطوط ما عاد فيها تنحل بسهولة، صرنا نحتاج إلى أكثر من إجراء. ممكن كنا نحتاج بوتوكس، صرنا نحتاج بوتوكس وليزرز وفيلر.